أهلا بيكم يا أصحابي برنامجنا رحلة سعيدة. أنا ماما سماح، وفي كل رحلة هحكي لكم حكاية جديدة. حكايتنا النهاردة في مكان جميل جدا كلنا بنحبه. حكايتنا النهاردة في البحر. كلنا بنحب البحر، بنروح في الصيف نلعب في البحر ونتبسط مع بابا وماما وإخواتنا وأصحابنا. والنهاردة البحر كان مستني كل أصحابه اللي بيجوا كل صيف عشان يلعبوا معاه. البحر كان كمان مستني مروة. مروة كانت كل سنة بتيجي في البحر تلعب مع حاجات كتير جداً موجودة في البحر كلنا بنحبها وبنلعب بيها. زي إيه مثلاً؟ زي الموج. الموج كلنا كده أول ما بنقف في البحر وبيجي علينا بنتبسط وبنقعد نتنطط كده ونبقى فرحانين جداً. كمان حاجة تانية مروة بتحبها وبتلعب معاها وكل أصحابي بيحبوها وعندهم الأدوات بتاعتها، الرمل. كلنا بنحب نلعب بالرمل ونعمل إيه؟ بنعمل بأشكال زي أفكار. نعمل أشكال جميلة، نحفر بالجاروف ونملأ الجردل بالمية من البحر ونقعد نحفر ونعمل أشكال جميلة ونبقى مبسوطين إن إحنا بنبني من الرمل بيوت وبنعمل من الرمل أشكال حلوة قوي زي أشكال السمك والحاجات اللي بنشوفها في البحر. كمان حاجة جميلة جداً كانت بتحبها مروة في البحر وهي القواقع الجميلة اللي ألوانها حلوة اللي بتبقى موجودة، والبحر دايماً الأمواج لما بتيجي بيبقى جواها كتير من القواقع بترسي على الشط ومروة تقعد تجمعها وهي وأصحابها يقعدوا يبدلوا القواقع مع بعض. حاجة كمان مروة كانت دايماً كل سنة لازم تجيبها معاها وهي رايحة البحر، الطيارة الجميلة اللي كانت تطيرها فوق فوق فوق، وكل ما تعلى الطيارة تبص مروة للسماء وتضحك وتبقى مبسوطة. كل الحاجات الحلوة دي كانت مستنية مروة، بس مروة ما جاتش السنة دي. معقولة مروة السنة دي ما تجيش؟ كلهم قعدوا يسألوا فين مروة؟ مروة جت؟ معقولة مروة ما جاتش؟ النورة سأل لهم أنا الوحيد اللي هقدر أعرف مروة جت ولا لأ، أنا هطير وهدور عليها في كل مكان. أنا كمان زيكم بحب مروة لأنها كل سنة لما كانت بتيجي كانت بتعلمني أغنية جديدة وأنا كمان بقعد أغني لها أغنية جديدة من أغاني البحر اللي أنا بحبها. إحنا عارفين إن النورس ده طائر دايماً بنشوفه في البحر بيبقى شكله حلو لونه أبيض ودايماً موجود كده، نشوف المراكب والنورس طاير فوقها ويبقى شكله حلو قوي قوي قوي. طار النورس وفضل يطير يطير وفجأة لقى مروة. الله، مروة هي؟ مروة هي موجودة، بس مروة السنة دي ما كانتش بتلعب معاهم لأنها كانت مشغولة بحاجة تانية ماسكاها في إيديها ومش عايزة تسيبها أبداً، الموبايل. مروة قاعدة على البحر وماسكة طول الوقت الموبايل تبص فيه. معقولة؟ إيديها توجعها وكمان عينيها توجعها وكمان ودانها توجعها لأنها حاطة سماعات في ودانها وبتسمع موسيقى عالية جداً. النورس قرب منها وقال لها يا مروة انت هنا يا مروة، احنا كلنا بندور عليكي. بصت له مروة وقالت انا هنا، بس خلاص انا ما بقتش محتاجة العب معاكو، كل اللعب اللي كنت بلعبها معاكو موجودة على الموبايل بتاعي. سكت النورس وقال لها بس احنا كنا بنتبسط واحنا بنلعب سوا، فاكرة الموج يا مروة؟ قالت له عندي برضو موج على الموبايل. طب فاكرة الاغنيات اللي كنا بنقولها؟ قالت له عندي كل الاغنيات على الموبايل. طب فاكرة الطيارة الحلوة اللي كنت بتطيريها؟ عندي طيارة برضو على الموبايل وبطيرها. عينين مروة ما كانتش باصة للبحر، كانت باصة لإيه؟ شاشة الموبايل. التليفون. وإيديها ما كانتش بتلعب مع الرملة، كانت بتلعب على إيه؟ التليفون. على زراير الموبايل. وودانها ما كانتش سامعة لا صوت النورس ولا صوت البحر، ودانها كانت بس سامعة إيه؟ الأغاني. الأغاني اللي على الموبايل. ده كلام يا مروة. النورس راح قال لهم خلاص مروة نسيتنا، مش عاوزة تلعب معانا من ساعة ما بقى معاها الموبايل ده، وهو خلاص خلاها تنسى كل أصحابها. بس إحنا مش هننساها، إحنا برضو هنستناها، وأكيد في يوم من الأيام مروة هتعرف إنها فعلاً إحنا وحشناها وهي وحشتنا. وقفت مروة شوية وقالت أتمشى شوية كده على البحر. مين اللي كان مستني يراقب مروة ويشوف؟ هو لا مش الحوت، القنديل. قنديل البحر. احنا عارفين يا اصحابي ان قنديل البحر ده مؤذي جدا، ولما بنشوفه على طول بنجري ونبعد عن المكان اللي هو موجود فيه. وكمان هنا عنده سن. لكن السنه دي مروه كانت منتبهه للقنديل يا ترى؟ لا كانت منتبهه؟ لا كانت باصه بس على الموبايل.
قنديل البحر بقى فرحان يقول أول مرة مروة ما تاخدش بالها مني. مين اللي من بعيد كان شايف القنديل؟ النورس. النورس. يا مروة بسرعة يا مروة بعيدي. سمعته مروة؟ أبداً ما سمعتش لأنها حاطة في ودنها السماعات. يا مروة يا مروة القنديل بيقرب منك. الموجة بسرعة بسرعة تيجي وعايزة تقول لمروة يلا يا مروة يلا يا مروة اتحركي. أبداً مروة مش عايزة تتحرك لأن بصة بس في الموبايل. في ثانية قرب القنديل من مروة وأي حصل إيه؟ عدها من القنديل قرص مروة. مروة لما اتحركت إيه اللي وقع بقى في البحر؟ الموبايل. إيه اللي وقع في البحر؟ الموبايل. يا خبر معقولة؟ إيه ده؟ قنديل البحر أول مرة القنديل يقرصني. طبعاً يا مروة أول مرة القنديل يقرصك لأنك مش بصة ومش منتبهة. أنت قاعدة على البحر بس مش شايفة ولا حاجة حواليكي، بصة بس على شاشة الموبايل. النورس بسرعة بسرعة قال لازم ننقذ صاحبتنا مروة، لازم ننقذ صاحبتنا مروة. جري جري بسرعة النورس وراح جاب من عند الصياد اللي موجود عند البحر، قال له ممكن أستلف منك لمونة؟ إحنا عارفين يا أصحابي لما لا قدر الله القنديل يقرصنا لازم بسرعة المنطقة اللي اتقرصت نحط عليها يا شوية خل يا إما ليمون عشان يسكن الألم وفي الوقت نفسه يخلي الالتهاب أو الحاجة الوحشة اللي عملها القنديل تروح بسرعة. السمك أخذ الليمون وبدأ يعمل إيه في رجلين مروة بقى؟ يعصرها على رجليها. أيوة يبدأ يعصر الليمون على الحتة اللي وجعت مروة في رجليها. مروة بدأت تحس إنها ارتاحت، قالت الله أنا كده مرتاحة، أنا مبسوطة قوي إن نورس قدر ينقذني. كمان الريح جت وبسرعة بسرعة حركت الموج خلت القنديل يبعد بعيد خالص خالص عن المكان اللي موجودة فيه مروة. يعني مين بقى اللي أنقذها لما القنديل قرصها؟ نورس. ومين كمان؟ الموج. الموج والنورس هما اللي أنقذوا مروة لما القنديل قرصها. الموبايل اللي أنقذها؟ الموبايل هو اللي أنقذها؟ لا. هنا مروة عرفت إن عمر الحاجات اللي ربنا خلقها حوالينا الطبيعية الجميلة الموبايل يقدر يعوضنا عنها. يعني الموبايل كان هو السبب إن القنديل قرص مروة، لكن لو كانت منتبهة وبصة للبحر وبصة حواليها ما كانش القنديل قدر يقرب منها. صح ولا غلط؟ صح. مروة بعد كده سكتت وقالت أنا أسفة يا أصحابي، أنا عرفت النهاردة بس إن مفيش حاجة خالص تقدر تعوضني عنكو. صحيح الموبايل ممكن ألعب عليه بس في البيت شوية صغيرين، لكن طول ما أنا في البحر لازم ألعب واستمتع وأعمل حاجات من الرملة وألعب مع الموج وأطير طيارتي الجميلة فوق 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 والريح تساعدني وتفضل ترفع الطيارة لفوق وأنا أضحك. ويلا بقى بسرعة أنا خلاص من بكرة هاجي بدري وهنلعب سوا تاني زي كل سنة. روحت مروة وتاني يوم الصبح أول ما الشمس طلعت نورت الدنيا راحت مروة فين؟ على البحر. راحت على البحر ولعبت مع مين؟ صحابها. صحابها بقى اللي هم النورس والرملة والموج وكمان إيه؟ الطيارة. وبسرعة بسرعة قعدت مروة تعمل أشكال جميلة جدا من الرملة و تفرجها لأصحابها وتقول لهم شفتوا أنا عملت إيه النهاردة؟ أنا النهاردة عملت بيت جميل جداً جداً وزينته كمان بالقواقع الحلوة اللي أنا جمعتها. البحر والموج والنورس والرملة كلهم كانوا فرحانين بصاحبتهم مروة، ومروة عرفت إن كل حاجة ليها وقت. نروح البحر، نروح الجنينة، نروح أي مكان جميل لازم نسيب الموبايل ونتبسط بالمكان اللي إحنا موجودين فيه ونبقى مبسوطين إن إحنا خرجنا شفنا الشمس شفنا المكان الجميل اللي احنا بنلعب فيه، ولما نروح البيت ممكن نقعد شوية صغيرين على ايه؟ الموبايل. الموبايل. أصحابي دي النهاردة قصة مروة اللي عرفنا عملت ايه لما كانت موجودة في البحر وعملت ايه مع أصدقائها اللي كانت بتلعب معاهم كل سنة على البحر. قبل ما أسيبكم عايزة أعرف من أصحابي اللي كانوا معايا النهاردة ايه رأيهم بقى في قصة النهاردة؟ حلوة. حلوة؟ طب ايه أكتر حاجة عجبتنا فيها؟ الموج. وإيه كمان؟ الطيارة. والنورس. في حد فينا بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا. في حد فيكم بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا. يفضل باصص على الموبايل وما يلعبش وما ينتبهش للحاجات اللي حواليه؟ لا.
لا ماما بتاخدنا. خلاص احنا عرفنا دلوقتي مروه لما فضلت ماسكه الموبايل حصل لها ايه. كل اصحابي حلوين وشاطرين ودايما لما بيروحوا اي مكان هيبقوا بيلعبوا بيتبسطوا ومش طول الوقت عينهم على شاشه الموبايل. دي كانت قصتنا وعرفنا فيها كل اللي حصل لمروه. هشوفكم بقى في قصه جديده وحلقه جديده ورحله سعيده وحكايه من حكايات ماما سماح.